هذا المكان الذي شكل ملاذا آمنا للنساء والأطفال الذين هربوا من القصف الإسرائيلي في محيط هذه المشفى، والذين اعتبروا أن هذا المكان ملاذا آمنا يشعر به الإنسان بالأمن والأمان. لم يكن هناك أي إنذار مسبق باستهداف المستشفى، ولكن هناك أكثر من حوالي 3000 شخص. هؤلاء شكل هذا المكان لهم ملاذا آمنا. خلال فترة عملنا في هذه المشفى دون أي سابق إنذار، وحوالي الساعة 6:30 تقريبا استهدف المستشفى بقذيفة لا نعرف ما هي، ولكن عرفنا مدى نتائجها باستهدافها الأطفال الذين قطعتهم أشلاء والذين قطعتهم أجزاء.